مشاهدينا، مين فينا ما بحب يجي على البلد؟ مين فينا ما بحب يجي يفطر ويتغدى ويتعشى كمان يتسوق بالبلد؟ زي ما انتم شايفين موجودين احنا تحديدا بشارع فيصل، رح نلف جوله ونروح على اماكن كثير، خليكم معنا. من أقدم مساجد العاصمة الأردنية عمان أسسه الأمير عبد الله الأول بن الحسين سنة 1923 ميلادي، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشريف حسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى. يحيط بالمسجد العديد من الأسواق التجارية كسوق البخارية وسوق السكر والعديد من المكتبات ودور النشر. شارع الملك فيصل في وسط البلد أكيد بيلفت انتباهنا وجود المقاهي العتيقة اللي كانت مكان لتجمع المثقفين والمفكرين والأدباء كمقهى حمدان ومقهى بلاط الرشيد. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، زي ما انتم شايفين موجودين احنا بشارع فيصل، طبعا معي ضيفي الكريم الكاتب والصحفي في جريده الدستور محمود كريشان لحتى يحكي لنا اكثر عن هالشارع. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا، صباح الخير. صباح قديش حلو، قديش في اماكن، قديش في حيويه وفي ناس هالشارع. نعم، شارع الملك فيصل الذي يعتبر من اجمل وافضل الشوارع في وسط البلد وارقها. اها، هذا الشارع استمد تسميته نسبة إلى الملك فيصل الأول الهاشمي ملك العراق، ويعتبر هذا الشارع الذي يسمى في بعض الأحيان ساحة الملك فيصل، يعتبر هذه التسمية نظراً لاتساع مساحته بشكل كبير، وأنه كان مكان للاحتفالات الوطنية التي كان يحرص على حضورها ورعايتها جلالة الملك المؤسس الملك عبد الله الأول بن الحسين، وجلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال يشاركوا في المناسبات الوطنية في هذا الشارع العريق. سيد محمود، إيش أكثر مكان بيميز شارع فيصل؟ شارع فيصل يتسم أنه يضم مبنى بلدية عمان، أقدم الأبنية التراثية في وسط البلد، كذلك يضم هذا الشارع مكتب شاعر الأردن مصطفى وهبي التل عرار، ويضم فيما يضم كان يضم البنك العثماني الذي كان مقره في مبنى مركز أمن المدينة سابقا وبمحاذاة سوق البشارات، وكان هذا المبنى قبل أن يتحول إلى البنك العثماني مبنى صحية عمان الصحية اللي هي المركز الصحي، كذلك يضم الأشجار التراثية للنخيل التي تم غرسها في عهد رئيس أمين العاصمة الأسبق المرحوم عصام العجلوني، وكان يضم موقف سيارات عمان القدس، كذلك كان يضم دور السينما سينما الإمارة وسينما عمان، ومعالم عديدة جديرة بأن يسلط عليها الضوء، أبرزها فندق الملك غازي أحد أقدم الأبنية التراثية في وسط البلد، كذلك متحف أرمات عمان، هذا المتحف بمحاذاة الإشارة الضوئية والذي يحاكي الأرمات القديمة في وسط البلد التي تضم أرمات أشهر أطباء وأرمات المحال التجارية الشهيرة. أكيد كل الشكر لك سيد محمود كريشان، يعني صراحة الشارع زي ما إحنا شايفين والمشاهدين شايفين عجقة والناس كلها متواجدة، وفيه أكثر من محل، فيه أكثر من مطعم، فيه أكثر من مقهى، فبيخدم المواطنين بكافة المجالات. نتمنى لك يوم سعيد وشكرا لك. الكلحة مكون من 112 درجة، هو أول أتراس شارع الملك حسين وبربط من وسط البلد وبين جبل الويبدة، اشتهر بها الاسم نسبة لعائلة الكلحة اللي كانت تسكن في هذا المكان في أوائل سنة الثلاثينات ميلادي، ولما تبلش تطلع الدرج رح تحتار بمتعة النظر بين اليمين والشمال بالعبارات والصور الفنية الموجودة على حيطانه.